الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن أثره اقتفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبراتنا كبران تملكات وشاتشن سلا رسول صلى الله عليه وسلم به والتاريخ يتنقى قرن عمل حزن لا يدرسنا يحازن عمت بلو يسيرا مؤرخوش إطلاق يعدر رقبت عمت لا يدرسنا ካም በፊት እንግዲህ እንደምታስተውሉት ካም በፊት በነበሩት ክፍሎች ረሱላችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም في تبلیغ الدعوه دعوان በማድረስ ረገድ የአላህን ሪሳላ ለማህበረሰቡ በማስተጋባት ረገድ የተለያዩ ችግሮች አጋጥመዋቸዋል። አሁን ደግሞ አመል ሁዝን ላይ ወይም ደግሞ የሐዘን አመት የተባለው ተብሎ የተነገረለት አመት ላይ ደርሰናል። 42ኛው ነጥብ አሙል ሁዝኒ የሐዘን አመት ወሻአት إرادة الله تعالى أن تموت رفيقة دربه صلى الله عليه وسلم وحبيبة قلبه وأم بناته وقرة عينه وسنده وظهره خديجة رضي الله عنها يا الله سبحانه وتعالى مشاتو هننا يهوت أقارو ياتشي يدعوا أقارو يهونتشو أنست يودل بومت وداج يهونتشو የልጆቹ እናት ያይኑ ማረፊያ መከታ ከለላ የሆነችለት እንስት እናታችን ኸዲጀት ረዲየላሁ ዐንሃ ወአርዳሃ ወደ አኺራ እንድትሄድ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ውሳኔ ሆነና በዚህ አመት ነበር ወደ አኺራ ሄደችው ቲልከለቲ በሸራሃ ጅብሪሉ ዐለይሂ ሰላሙ ቢበይቲን ፊል ጀነ ላ ሰኸበ ፊሂ ወላ ነሰብ ላ ኢዝዓጀ ወላ ተዓብ ያቺ እናታችን ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ወአርዳሃ ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም አላሁ ጀለ ወዐዝ ምንም አይነት ጫጫታ ምንም አይነት ዛዛታ የሌለበት ይሆነን ምንም አይነት ልፋት ድካም የሌለበት ይሆነን ጀነት እዚሁ ዱንያ ላይ ገና ከመሞታው በፊት አዘጋጅቶልሻል ተብላ በስራት የተነገራት ናት ቲልከለቲ ሂየ ሚን ሰይዳቲ አህሊል ጀነህ የጀነት ሰይዳቶች ከጀነት ሰይዳቶች ወይም ደግሞ በጀነት ውስጥ ከመሞናደሉ እንስቶች መካከል ግንባር ቀደማ ናት ቲልከለቲ አኽበረና አንሃ አንሃ ሚን ካሚላቲ ኒሳ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አእምሯቸው የተሟሉ ናቸው ብለው ከነገሩን እንስቶች መካከልም እሷ ትገኝበታለች እንደሚታወቀው ከሙለ ሚን ሪጃሊ كثير ከወንዶች ብዙ አእምሯቸው የተሟላ አሳሰባቸው የተሟላ የሆኑ ብዙ ወንዶች አሉ አሉ ወከሙ ለሚነ ኒሳኢ 40 አው ከማ قال النبي عليه الصلاه والسلام ከሴቶች ደግሞ አራት ካሚላት العقل አቅላቸው የተሟላ የሆኑ እንስቶች አሉ ብለዋል አንዷ سيدت خديجه رضي الله عنها وارضاها እሷነች ማለት ነው ثم مات في العام نفسه عمه ابو طالب በዚህም አልበቃም በዚሁ ተመሳሳይ አመት ውስጥ አጎታቸው አቡ ጣሊብ እንደዚሁ አልፈዋል ذاك الذي وقف متحديا قريش كل قريش ያ አጎታቸው ማለት ልክ እንደና አቡ ለሃብ ሳቸውን አዛ የሚያደርግ ሳይሆን በዚያ ተቃራኒ በያዙት እምነት ባያምንም ነገር ግን ቁረይሾችን በሙሉ ተحدي ያደረገ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብርና ይዘውት ከመጡት ዳዕዋ የተከላከለላቸው እኔ እጄን ሳልንተራስ አንተ ላይ ምንም ችግር አይደርስብህም ብሎ ከፊት ለፊታቸው የቆመላቸው ታላቅ መከታና ከለላቸው አጎታቸው አቡ ጣሊብም በዚህው አመት ነው ወደ አኺራ ሄዱት في سبيل حمايته وإيوائه እሳቸውን በማስጠጋት የእሳቸው መንገድ እስከሚፈልጉ ድረስ ይዘው እንዲሄዱ ትልቅ መከታና ከለላ የሆናቸው አጎታቸውም በዚህው አመት ሞተ لقد كان محزنا ومؤلما لقلبه ان يموت عمه على ما جاء عليه جده عبد المطلب በጣም رسول صلى الله عليه وسلم ልባቸውን ካደሙ ክስተቶች መካከል አንድ ሆኖ አልፏል ለምን ይህ አጎታቸው እጅጉን እስልምናን እንዲከተል ቢማጸኑትም ነገር ግን የህዝቦቹን እምነት ነባሩን እምነቱን ተከትሎ እስልምናን ሳይወፈቅ በመቅረቱ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጅግ በጣም አዝነዋል ወካነ የርጁ ለው አንሁ አስለም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎታቸው አቡ ጣሊብ እንዲሰልምላቸው ከፍተኛ ምኞት ነበራቸው
لكن صاحب السوء أبو جهل لم يزل عند رأسه حتى تأكد له أنه مات مشركا بالله تعالى. رسول صلى الله عليه وسلم بقرا قنه هنو أباكهنا قوتي سلم أحاج بها عند الله عند تنك ألبتشا تناقر لي لا إله إلا الله بل اللي إتشن كلمة إتشن نقر جيكا قيتا يزن دي من مواقت اللي هنا إتشن نقر تناقر لي لتنبرا أبو جهل اللعين هير قومي هنا أبو جهل دمو بس كقراب كل قومو انديد يهزبو تشهن أمن التلاتي دالة إهما كان تكبر قابرو ميهيدا يدلم إيالة السن بزيه شيطان انت الريادر قلت نبرنا رسول صلى الله عليه وسلم بزيبا كل أسلمنا انت الريادر قلتا مج أرش عليقن ياو يا أبو جهل حاسا بيزو بهزبو تشي هايمانو تلايني موت كتبلو موتا مالتنا. لقد كاد قلب الحبيب يتفتت من الحزن في هذا العام العاشر للبعثة بزيه كبعثاتشو أسرين وعمت لينه هلتم كستتي تكستونا لباتشو لتفن الدادر سانبرا الجيبت عام حزنو تدرار بباتشو حزنا على وفاة الحبيبة وحزنا على التمسك بالكفر لرجل طالما أحب له الهداية عندن يو بتعام بتعام حزنوست اندقى ويادر رقاتشو يزاچه تالاقوا انست سوچولو غنزباتشون سيكلكلواتشو غنزباني ستتش كليلوش مستوچاتشو بمولو لجوچن ساير رزقو قرتو كسوابچاي ترزقو انست سوچولو بوقتو سايامنو باتشو سيكرو اسوا قدما بساتشو يامنچوا بهولا نگراتشو وست بهيوتاتشو وست تلك ترگوم يالات بالبيتاتشو خديجت سوا بمموتوانا انديهم دمو اگوتاتشو ابو طالب الساتشو لسو هدايا يتمنيولت نقرقن بهزبوتشو هايمانو تلايهونو بمموتو مكنيت بات أما عزنو رسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الله يهدي من يشاء من يشاء الهداية بل ويهدي من يشاء سبحانه أن يهديه الله سبحانه وتعالى لفلقونو هدايا نيساتو لالفلقو هدايا نيساتم الله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بلواتشو البان دي قرآن أنكاز أنتكو ودكونو منجر تمرال له بلواتشو قن بمشاعة الله نو هداية جاتشو لا يلم بل إلى قرآن أنكاز إنك لا تهدي من أحببت يا محمد أنت محمد عليه الصلاة والسلام أنت يفلك كون كنون منجر لتمرات شلم عن هلتو تشي قرآن أنكاز يمي قاتشو يمسلالو قن هاي قاتشو عندن يو هدايا بني جنو مالتنا وإنك لا تهدي مالت أنت ممراتات شلم مالت هدايا جهلا يدلم مالت أنيني لمراو مشلونو الله سبحانه وتعالى يالا يالو بهولت تنيو دقمو إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم سبب لتون تشلال لهدايا مكنيات مهون تشلال يا الله سبحانه وتعالى ينين منقر بما ملاكتهن ويالا يالو لبتام لبزو خلائقوش لبزو فترتات يهدايا سبب هنو على الرسول صلى الله عليه وسلم جنا يا يميود تاجوت أشوا لسه سبب سيهونو كرتوال يا الله توفيق وسلال هونا مالتنا إنجي كهولم كدمو مسلمين ببربت أجوت أشوا أبو طالب نبرة بسوينيا سن الردو مالتنا أربعة وستين يوم تبايوها الإخوة رحلة الطائف إنجدي رسول صلى الله عليه وسلم مكة لي يلا أشون أكن بمولو أموات أو دعوة الرجو يامنوا باتشو تكيتوش ناتشو يالامنوا باتشو بزوهان ناتشو اسكي دمو دعوة ودليل كبابي دمو تنش كمكاوت أبلو ودى طائفنا مسل كتموج اسكي دعوة تكبينت بياغين يدعوة تشكامي رجالو تشنباغي بلو ودى طائف رحلة أدرقو نبارا قزو أدرقو نبارا سلسنو من نوارا. وبعد خروج الحبيب صلى الله عليه وسلم من الحصار بدأ يفكر بشكل جاد في البحث عن أفق جديد. رسول صلى الله عليه وسلم كشعب أبي طالب كزيا حصار كزيا مقلل كوت وبهالا عين نزيم كويانوش منهم لفاتوا تشون دم يشلو جبات تشوننا بتأم سيريسلي ليلة حل ليلة مفتيه ليهوني ميتشل النجر ما السبون ما السلاسلون تيعزوت. ووقع اختياره على الطائف لقربها من المدينة ومناسبة أجوائها. إهني رسول صلى الله عليه وسلم يمرت وات كتماما نبرش طائف النبري مرت لمن عندنا لمدينة كربك مهونو أنصار
ምክንያቱም ነገ ከነገ ወዲያ ወደ መዲና ሂጅራ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ ስትራቴጂካሊ ካሁኑ ስራዎችን እየሰሩ ነው ቀድሞ ያኔ እንዲያግዟቸው ይፈልጋሉ ሁለተኛ ደግሞ ጀዋ ማለትም የጣኢፍ አየር ከዚህኛው ከመካ ይለያል ከመካም ከመዲናም ይለያል ትንሽ ቀዝቀዝ የማለት ባህሪ ያላትና ይሄንንም አየር ስቲፋዳ ከመድረግ አንጻር ከመጠቀም አንጻር ጣኢፍን መርጠው ነበር ولانه يعلم بوجود تنافس قديم بين قريش وثقيف ሌላው ደግሞ ፖለቲካሊ ጉዳይን سنረዳው ድሮም ከጥንት ጀምሮ በثقيفዎችና ثقيفዎች ማለት በጣኢፍ حزب ማለት ነው በጣኢፍ حزبና በቁረይሽ ህዝቦች መካከል ምን ነበር ከፍተኛ የፖለቲካ ሽኩቻ ነበር ይሄንንም استغلال ማድረግ ፈልገው ነበር فظن انه لعل في ذلك ما يدعو ثقيفا الى الاهتداء او ان يقبله لاجئا يتحرك في تبليغ الدعوه دون مضايقه من احد ይሄም ሁለት ሀገሮች እንግዲህ የጋራ የሆነ ማለትም በመካከላቸው ብዙ የቁርሾ ስለነበረ የፖለቲካል ልዩነት ስለነበራቸው ዚማመል ኡሙር የሀገሩ ወይም ደግሞ ያካባቢው ጀዚረት አልዓረብ የመሪነት ሚና እኔ እጅ ላይ ነው የሚል ሰጣ ገባ ውስጥ ስለነበሩ ይሄ ታሪካቸው ይሄንንም ያሳየው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ልዩነታቸውን ስለሚገነዘቡ ሶ የጠላት ወዳጄ ነው የሚለውን ፖለቲካ ይጠቀማሉ ብለው አስበው እነሱ አትሊስት እንዲቀበሏቸው ወይም ደግሞ አትሊስት ጥገኝነት ሰጥተዋቸው እንደፈለጉ ዳዕዋቸውን እንዲያደርሱ እንደ ላጅ እንደ ጥገኛ እንዲቀበሏቸውን ፈልገው ይሄንን ተመኝተው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ጣኢፋ መሩ ذهب في تلك الرحلة الشريفة بصحبة خادمه زيد بن حارثة هيك تكبرتشان رحلة جزو ادرغو اتقباتشو خادماتشو زيد بن حارثة ابراتشو نبر رضي الله عنه في مشهد فيه من التكتم عن قريش بل حتى عن المهتدين الجدد ما فيه سيهدو قريشوش ندايواتشو بتصورو نبر يهدوت مش ቁረይሾች ብቻ አይደሉም አድስ የሰለሙትም ምእመናኖች እንዳያዩአቸው ተደብቀው ነበር የሄዱት ምክንያቱም ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው ይሄ ትልቅ ፖለቲካል ኢሹ ነው ማንንም ሰው ማወቅ የሌለበት ነገር ማወቅ የለበትም አንድ ኢሹ ላይ መርሃላ አለ ሁሉም የሀገር ሚስጥር አለ ብዙ ነገር አለ ኢማናቸው ሊፈተኑ ይችላሉ እነዚህ አድስ የሰለሙትም ወንድሞች ስለዚህ ከሁሉም ተደብቀው ነበር ወደ ጣኢፍ ያመሩት ማለት ነው ከዚህ በኋላ 43ኛው ነጥብ አርዱን ወረፍት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳዕዋቸውን አደረሱ ግና ምላሹ ረፍት ማድረግ እንብተኝነት ነበር ولما وصل صلى الله عليه وسلم رسول يدرسو ጊዜ الطائفه وعرض رساله ربه لزعمائها بهدوء طائف بجبنا لطائف أمراروش رسالاتشون بتراغاقا منفس بياسر الدوم رده الزعماء بسخرية ووجد منهم أعنف الكلمات وأسوأ الإشارات نكوانس لك أبلو أيدا لم بتقام لقجة تلايو ما فيز إنا بتقام كوابارك على توش نبرو يسنة زروباتشو نبرو ودى رسول صلى الله عليه وسلم بل حرضوا غلمانهم ومجانينهم ضده وتكبر بعضهم عن مجرد سماعه ومحاورته انديوم الناس ما في زنا ما شوف بتشا سايحون يتلايو مجانينوچاچون ابدوچاچوننا انزي بارياوچاچون لكو رسول صلى الله عليه وسلم اندي دبدبواچو نو ياسدرغوت كفيلوچاچو اندوم مجرد سماع الحديث የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከአንደበታቸው የሚወጣውን እንኳን ምክር መስማት አልፈለገም ሊተከብሩ ይሄ ማለት ነው በጣም የመንቀባረራቸው ወተበዑሁ ቢልድርብ ወልሂጃራ ፈአድመውሁ هو وزيد رضي الله عنه ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና ኻዲማቸውን ባልደረባቸውን ዘይድ ኢብኑል ሐሪታን አደሟቸው አቆሰሏቸው وكان قد طلب منهم ان يكتموا خبر مجيئه اليهم
አትሊስት ምናልባቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳዕዋይን ረፍት ካደረጋችሁ አልቀበልም ካላችሁ አትሊስት ከእናንተ አንድ ነገር እንድታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ አንድ ለታ ዋሉልኝ አሏቸው እሱም እኔ እናንተ ጋር ለዳዕዋ እንደመጣሁኝ ለመካው ያለ ቁረሾች እንዳታደርሱብኝ አሏቸው ምክንያቱም ሌላ ተከትሎት የሚመጣው ሌላ ችግር ስላለ ማለት ነው አይክቱሙ ኸበረ መጂኢሂ ኢለይሂም አን ቁረይሽ طالما انهم لم يسلموا ካልሰለማቸው አትሊስት ደብቁልኝ አሏቸው غير انهم لم يسلموا ولم يكتموا نجر جن نزيه يثقيف مهبرسب بتليم وان وان يميبالوت بتام يوردو سلانبرو مكياتهم بوليتيكالي عند سو عندي هاجر منجست ليلا هاجر منجست غا دبلوماسياوي هنا غنيونت لمفطر اسبو يا دبلوماسياوي هنا غنيونت انكون فيل بيادرك ሁለቱ ይደባበቃሉ ነገ ከነገ ወዲያኮ ሌላ አላቃ ሌላ ጊዜ ነው እና ለሌላ ጊዜ ኢቭን እንደ ትልቅ እንትን አድርገው ይጠቀሙታል እነዚህ ግን ፖለቲካው አልገባቸው ምን አደረጉ አልሰለሙላቸውም አለመስለማቸው ችግር አልነበረው አትሊስት ይሄንን ዜና እንኳን ደብቁልኝ ቢሏቸው መደበቅ አልቻሉም ነበር فخرج من عندهم وقد نجح في تبليغهم رسول صلى الله عليه وسلم طائفوتين ዳዕዋቸውን አድርሰው ወማ አለይከ ኢላ አልበላግ ነው አንተ ማድረስ እንጂ ሂዳያ ባንተ እጅ ላይ አይደለም ተብለዋልና በማድረስ ረገድ ሰክሲድ ሆኖ ማለትም በጣም ይሄዱበትን ነገር አሳክተው ወጡ ባይቀበሏቸው في حين انهم فشلوا في احتضان دعوته እነዚህ ثقيفوش ግን የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳዕዋ ከመቀበል ምን አደረጉ فشلوا ማለት ነው ወደቁ ማለት ነው አልተሳካላቸው ليحوز هذا الشرف اهل المدينه لاحقا بقطع امتات يمدينه سوج يهنن تالاق يونه كبر ليغناصفو انزي ثقيفوش جن يهنن يمسله تالاق يونه كبر عطوت يهن كبر عطوكو يهالا لا ينياچوالن انديت اغوم بسو رسول صلى الله عليه وسلم اغراچون نطب انديت اندالو بهالا لا يمنايو نغر نو جنا ياني سليم بهونه منجد بترغاغا منفس دعواتهم سيقربوا لاچو اشافرن بلاو نبره معناتنو اما اهل الطائف فقد كان له اما اهل الطائف فقد كان له معهم موقف يوم حنين بعد فتح مكه وقد شاركوا مع قبيله هوازن شوفوا يهنن بدن بيولي وقد شاركوا مع قبيله هوازن في محاربته انغدي طائفوج يهالهالا لاي يوم حنين لاي يحنين قال لاي ተለየ መውቂፍ ነበራቸው እሳቸው وقد شاركوا مع قبيلتها وكهوازن قبيلاغا رسول الله صلى الله عليه وسلم ለመዋጋት ሙከራ አድርገዋል ግን አልቀጠለም ሒሳር አደረጓቸው በንብርክክ ነበር መተው ይቅርታ የጠየቁት ማለት ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ سنመለስ ከዚህ ከጣይፍ የሲመለሱ ያጋጠማቸውን ነጥብ የምናነሳን የሚሆነው ሳትርቁ ተጠብቁ تملسنا لتكبراتو تملكاتوچاچن الخامسة والأربعون أربع مستنياو نتبلا يدرسنا عودة حزينة وقلب كبير بتأم حزن يتمولا بت ملاشنا معلتم كطائف ودمكا يمدرج مملسنا عنده وقلب كبير جندمو تلك ما يرتا ما يربربدي هونون قلب انا يالن معلتم يا رسول صلى الله عليه وسلم قلب نونا خرج صلى الله عليه وسلم من الطائف حزينا كطائف سيوتو ازنو تكزوتو فارسل الله تعالى جبريل بصحبه ملك الجبال الله جل وعز جبريل عليه السلام كاند يتراراوت وكيل كهونه ملائكه غا عند لا تامرو لاكاتشو عليه السلام وقد عرض عليه ان يطبق على اهل مكه الجبال المحيطه بها الاخشبين لانهم تسببوا فيما هو فيه من عنت ازي ايهي يتراراو وكيل ملائكاو رسول صلى الله عليه وسلم من طيقه فقار طيقاچو ايهنن دعوا امبي بلو اشافرنيالن حزب اني انزي ሁለት ተራሮችን አምጥቼ ላላትምባቸውና ላጥፋቸው አንተ ፈቃድህ ከሆነ ብሎ ጠየቃቸው
لكنه صلى الله عليه وسلم طلب منه ألا يفعل رسول صلى الله عليه وسلم بهونو يهنن درجيت دايفصم تماصنوت برجاء أن يخرج الله تعالى منهم ومن أولادهم وذراريهم مؤمنين وهذا ما حصل فعلا لمن دنهن يهن يالوت أولا رسول صلى الله عليه وسلم بتأم رحيم عزين سلهونونا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تبلوان ثانيا رسول صلى الله عليه وسلم علا سنقروا حكم حكمة سنقروا دعات أفاباتشو أني كنزي سووج كثق إفوج كطائفوج كنسوم هنا كنسو سلالة كنسو جربة كميوتو تولدوج يزهين يا دين الإسلام رسالة تلكو يمشكم تولدوج اندميمتو تسفى درقال لهنا أتاتفا بنيانو ይሄው ሳቸው የተመኙት ነገር ነው የሆነው የኋላ ኋላ ላይ በጣም በርካቶቹ የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ችቦ ይዘው ለሌሎች ለዓለም አድርሰዋል ማለት ነው لقد رفع سهام دعائه لربه شاكيا ضعفه وقلة حيلته وكان همه الاكبر الا يكون في اجتهاداته ما يخالف امر ربه رسول صلى الله عليه وسلم يعني بهصاناتوج بابدوج በባሪያዎች በተደበደቡ ጊዜ ደማቸው የጫማቸውን እንትን እዛ በደረሰ ጊዜ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተማጽኖታል የተማጽኑት ግን እነዚህ ጣይፎችን እንዲያጠፋላቸው አልነበረም ባይሆን ተማጽኗቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እሱ በሳቸው አለመቆጣቱንና እንደዚሁም ደግሞ ወደ ማን ነው የምታስጠጋይ ብለው ضعፋቸውን ማለትም የሳቸውን ምንም አይነት ኃይላ እንደሌላቸው ብልሃት ቁዋ እንደሌላቸው ሁሉም ነገር ባንተ ቁዋ ነው ባንተ ኃይል ነውና ኃይለ ስጠኝ የኃይለ ስንቅን እንድሰነቅ አድርገኝ ብለው ተማጽኖ ነው ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያቀረቡት እነዚያ ወደ ማህበረሰቦች ካስጠጋኝ እነሆ እነሱ ከፍተኛ ጫና እየፈጠሩብኝ ነው እዚህ ጋርም ያሉት ይሄው እንደምታዩው በኔ ላይ እንዲህ አይነት የቅጣት ውርጅብኝን እያወረዱብኝ ነው ኢላ ማን ተክልኒ ያ ረብ ወደ ማን ነው የምታስጠጋኝ ወደ አንተ ካልሆነ እና ቀኑን መንገድ ምራኝ ብለው ተማጽነዋል ጌታቸውን አላሁ ጀለ ወዐዝን ማለት ነው አላህም አላሳፈራቸውም 46ኛው ነጥብ عند خروجه من الطائف كطائف በወጡበት ጊዜ የነበረውን ክስተት እናያለን أكرم الله تعالى الحبيب صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من الطائف وكان ذلك في العام العاشر من البعثة الله جل وعز رسول صلى الله عليه وسلم كطائف بأسرن يوم أمت بعثة لي كطائف دعوات شون أدرسوا سيملسوا الله لك أتشو وقد قيل بأنه نزل بستانا لبعض أهل مكة بالقرب من الطائف كطائف هاجر كرب يالج بوتا لي የተወሰኑ የመካ ነዋሪ አትክልት ቦታ እዛ ላይ አረፍ ብለው ነበር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وحاور فيه خادمهم عداس النصراني عداسን አገኙትና አንዳንድ ሕዋሮች በመካከለ አንዳንድ ውይይቶችን አድርገው ነበር الذي وجد عنده رغبه في متابعته عداس ጋር በነበራቸው ውይይት ውስጥ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመከተል ፍላጎት እንዳለው አስተውለዋል وقد تأكد له أن الحبيب هو المتمم لرسالة إخوانه الأنبياء وأنه على معرفة بنبي الله يونس عليه السلام عد اسم رسول صلى الله عليه وسلم يمجرشو نبينا يا نبي الله يونس قد سيزوت يمت أو رسالة يزو يمت مهولون تررتو نبرا مالتنو يهي هو نبت مكنيات من دنو رسول صلى الله عليه وسلم كعداس خدمة فلقو دكموات شوال ميتتوها منام النقر فلقو نا كزيا رسول صلى الله عليه وسلم تياكي تأيكوت كيت نهانتا بلوسي تأيكوت من متى على شو من مدينة متى مدينة متى من بلد يونس عليه السلام قالت رسول صلى الله عليه وسلم اكو كينوس كون دمي هاقرنو مالتنو تولده كزانو أصله مالتنو قالت فاستغرب بتام دنكوا انديت عوقو كياتو مروق اغرنو كزي كجزيره العرب روقنو انديت عوقوت بلو انتنا لهنا كزي ابو هلا تاريخو نغروت مالتنو بزي نبي مهوناچون تغنزب مالتنو عداس ثم استمر صلى الله عليه وسلم كزي ام رسول انغدي في طريق دعوته يا دعوه منغداچون قتلوا وقد نزل تحت شجره
فلقيه عندها نفر من الجن سمعوا القرآن فاهتدوا መንገዳቸውን ቀጠሉ እንግዲህ መንገር ላይ ያሉ አንድ ዛፍ ስር አረፉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኔ የተወሰኑ የጅን ስብስቦች ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አገኙአቸውና እዚያም የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን አደመጡ ثم رجعوا الى قومهم منذرين ከዚያም እነዚህ ጅኖች ወደ ህዝቦቻቸው ወደ ሌሎች ጅኖች አስጠንቃቂ ሆነው ሄዱ ማለት ነው قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الحق فآمنا به إيالو إنياكو وبيهونا القرآن سمان بسوما منن إن أنتم أمنوا إيالو هزبو تشاتشون أبسارينا أستنكاكي هونو هيدو مالتنو يه رسول صلى الله عليه وسلم طائفوش كالباتشون سبرواتشون أبرا الله سبحانه وتعالى دمو جابر القلوب سلهونا يتسبروا قلبوچن تگاين سلهونا الله سبحانه وتعالى قلباچو يتگن زند انزي طائفوچن بيبيلوهم رسالاونا نقبلن بيلوم ارلم الناس هيو جنوچم انديكتلو حدرك يالهون يالاچون لرسول صلى الله عليه وسلم تلك هنا ملكت الله مالتنا هي تلك تسليا نو لساچو دعوه لاي برتا ابشر انزي طائفوچم نگا كنگا وديا يامنو بحال በዳዕዋህ ላይ ምንም አይነት ነገር የበታችነት ስሜት እንዳይሰማህ እያላቸው ነው ማለት ነው في مشهد من مشاهد المواساة له من الله تعالى على ما أصابه من ثقيف كثقيف ህዝቦች ያጋጠማቸውን ሙሲባ መዋሳ ያደረጋቸው ነው ተአዚያ ነው ማለት ነው አብሽር الناس بيامنوبهم يهو جنوش يامنوبهنو وكان يحسب أن المشكلة ستنتهي بمجرد وصوله مكة رسول صلى الله عليه وسلم كثقيفوش تبرعوال تدبدبوال بزو شجر درسوباتوال جن مكة سجبا يه شجر يقرفال بلو اسبو نبرا لكنها في الحقيقة بدأت هناك صلى الله عليه وسلم نجر جن شجر يجمرو مكة بدرسو بالساعات لينو انكوانس شجرو ليالك اللاتشو يلا المؤلفو حفظه الله ورعاه 47 تنياو نتب عند عودته لمكة ወደ መካ በሚመለሱበት ሰዓት ምን አጋጠማቸው وصل خبر ذهاب الحبيب صلى الله عليه وسلم الى الطائف لاهل مكه اندفرتم مكه ከመግባታቸው በፊት ጣይፎች የثقيፍ ህዝቦች رسول صلى الله عليه وسلم ወደ ጣይف እስልምናን ሊሰብኩ እስልምናን ሊያደርሱ እንደሄዱ ቀድሞ በመልእክተኞቻቸው አድርሰው ነበር አትንገሩብኝ ብለዋል ካልሰለማችሁ እንኳን እባካችሁን ይሄን ነገር ደብቁልኝ ምክንያቱም መካውያን ይሄን ነገር ከሰሙ ሌላ ችግር ይፈጥሩብኛል ብለዋቸው ነበር ነገር ግን እነዚህ ህዝቦች ይሄን ነገር እንት ማድረግ አልፈለጉም ነበር ሶ መረጃው ቀድሞ እንዲደርስ አድርገዋል በደህንነቶቻቸው አማካኝነት فعزموا على منعه من دخولها መካውያንም አይ አሻፈረይ ብለህ ከኛ ጋር ወጣ ጭራሹን ሌሎችን በእኛ ላይ ልታነሳሳ ሄደሃልና ሀገራችን ውስጥ አናስገባህም አሏቸው لأنهم اعتبروا خروجه للطائف شكلا من أشكال التمرد عليهم ለምንድን ይሄን ያሉት ይሄማ አመጸኝነት ነው በእኛ ላይ በመንግስት ላይ ከፍተኛ የሆነ ሴራ እያሴርክ ነው ከጎረቤት ሀገራት ጋር እያጣላህን ነው ስለዚህ ወደ ሀገርህ አትመለስም አትገባም ቪዛል ነበርህም አንሰጥህም አሏቸው فوقف على بوابات مكة يفكر رسول صلى الله عليه وسلم بمكة مقبيا بر لا يقومو ما السب جمرو من لا درك من دنو ميبك عين كهاجرات شوتوال كطائف تبروال يتنو مقباو يالو ما السب ما السلاسل جمرو فالخيارات أمامه محصورة كفي اللي في تاتشو يالو تامارات وج وسن بچاناتشو وسن بچاناتشو ولكل خيار ما له وما عليه ያንዳንዱ የሚመርጡት ምርጫ ደግሞ ራሱን የቻለ ኮንሲኩዌንስ አለው ተከትሎት የሚመጣ ችግር አለ አህል ይخبሩ اصحابه ليحضروا لمساعدته ባልደረቦቼን ሰው ለኬ አስነግሬ መተው ያግዙኝ ይሄ ደግሞ አይሆንም وهذا ما قد يؤدي الى مزيد من المشكلات له ከፍተኛ የሆነ ችግር ይደርስባቸዋል ቁጥራቸው በጣም አናሳ ነው መካውያን በጣም ብዙ ናቸው ስለዚህ ሰሃበቱ الكرام ከመጡ ይሄ ዜና ደርሷቸው ከመጡ ችግር ይፈጠራል ደም ይፋሰሳል ይሄንን ማድረግ አልፈለጉም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አም يطلب من الوحي ان ياتيه مساعدا
مساعدا له على الدخول رغم أنف قريش وينس دقمو يوحي بالبيت الله انت مازنو باكهن نزيه قريشوش على رغم أنفهم مالتم النسو اندات قبابلو بياقدونيم نقرقن يم قبابتن حل فتقر اللي قالوا دمو جاتشون عندي كان الرسول صلى الله عليه وسلم إهم تشقرنو ولكنه قبل ساعة رفض خدمة ومساعدة ملك الجبار ملك الجبار الجبال كساعتات بفيتقن جبريل عليه السلام كترارا ملائكة كترارا توكايو ملائكة قابرو متو دقافت فلقال لهوي أي خدمة بلو ستأيكواتشو لا من منقر الفلقن بلو من لسوال أهوني هن انت إياك إيمان ساد لساتشوم أي هونم of course إياك إيمان كوان بيانسو مكاويا اللي تفوباتشوم يتشلالو ليلاو انجدي سيناريو مالتنو أم يترك مكة لقريش ويذهب وين استمو قريش وشون تتو ويذهب إلى الحبشة ودى حبشة قزو يادرقو أو أي مكان آخر وين ودل لابوتا قزو يادرقو كمكاوج مع أنه كحبشاوج لكنه لم يستنفد بعد كامل الجهد في مكة اسكاهون درسقن مكاوست ما درق يالباتشو النقر بمولو على درقم جانا ميموكرواتشو يتلي أيو وسائل الدعوة وشالو يدعوة بزوي مدارشة وشالو موكراتشو اللو بلوم ياسبو تصفى القرط ومسكهم درس لذي ودليل أكابي مهيد الفلقو وله فيها أصحاب يخشى عليهم من فتنة قريش إذن مولو لمولون كان دعوين مدرس باللب بنياغا بادرش اللهم بلو بك أن أنتك كلاكلاتو ودحا بشاوي ودليل هاجر بهيدو قنا مكاوست قالو تللك بالدربو تشاتو قالو النسو تشقرستنو ميوركوت مريكا ليلة تمريوشو كفتن يشقرستنو ميوركوت ينسون إيمان مفتاتنال انجدي مريو ياندها غير منغست مري كفرتتا اوريدي تمريوچو حزبو بتام كفتن ياقوسوست نو ميقبا لذي صحابه الكرام متو يفلغون بايني مينس مالتنو سلازي فيلفيتاچو اندهيت اماراچوچ አሏቸው انزي اماراچوچ گن አንዱንም ለመጠቀም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው የገቡት ይሄ ሁሉ ችግር ግን ያጋጠማቸው እነዚህ የሰቂፍ ህዝቦች ይሄን መረጃ በማሽሎካቸው ምክንያት ነበር ባይሰሙም ማኖሮ መካውያን ለሆነ ጉዳይ ወጥቼ የተመለስኩ ነው ብለው ይገባሉ ምክንያቱም እሳቸውና ባልደረባቸው ኻዲማቸው ዘይድ ብቻ ናቸው መግባት ይችሉ ነበር ላኪን ይሆነው ምንድነው ካፍታ ቆይታ በኋላ سنመለስ የምንጨርሰው ነው የሚሆነው ሳትረቁ ተጠብቁ تملسنا يتكبراتشو تملكاتو تشاتشن رسول صلى الله عليه وسلم يمكا بر لا يقومو انجدي يتلايو حسابوشي يمتوباتشو نو صحابوشي انترتشي النزيهين مكاويان انجدي رقج الاغبا بقلوبات الاغبا وينس دقمو ودحا بشان نوريلو شاقراتوش للسدد وينس دقمو كالله سبحانه وتعالى دعا درقي هو نمفتيهن ديامت الليلة درق سوستو ما مراجوش چقروست ميكتواتشو نبرو بوقتو مالتنو سلازي 48ኛው ነጥብ ዑንቁ ዙጃጃ ዑንቁ ዙጃጃ የችግሩ ክላይማክስ የደረሰበትና ያገኙትን መፍትሄ እናያለን ከማ ይቃል ዑንቁ ዙጃጃ ይባላል እንግዲህ ነገሩ በጣም ከአፍገደፉ ላይ ሲደርስ ማለት ነው فألهمه الله تعالى أن يستعين ببعض قريش على قريش لما في الأمر من ضرورة እንግዲህ رسول صلى الله عليه وسلم ሰጣቸው ኢልሃም ምንድነው ልባቸው ላይ እንዲወርቅ ያደረገው ሐሳብ ምንድነው በራሳቸው በቁረይሾቹ ባላመኑ ከነሱ መካከል ሻል ባሉ ሰዎች ጥገኝነት ጠይቀው እንዲገቡ ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቅጣጫ የጠቆማቸው ማለት ነው ይሄ ضروራ ስለሆነ ነው ወሊ ضرورتي احكامها ضروራ ደግሞ احكام አለው የራሱ የሆነ احكام አለው كما يقول الاصوليون اصوليዎቹ እንደሚሉት الضرورات تبيح المحظورات ችግር ያልተፈቀዱ ነገሮችን መህዙር የሆኑ ነገሮችን ሐላል ያደርጋሉ والضرورات تقدر بقدرها ضروره ደሞ ለضروره ብለን እየተጠቀምነው ነገር ደሞ በልኩ ይለካል እንጂ እንደዚሁ በሱ ተወሰዑ üst አንገባም على كل حال الله سبحانه وتعالى ይሄን ሐሳብ ልባቸው ላይ እንዲያርፍ አደረገላቸውና فكان ان طلب من احد زعماء قريش أن يدخل مكة بحمايته فرفض لذلك مكاويان مكوان انتوش مكاكل عندن يتكبر يتفرن بلو ياسبوتن سو اسكي بانتك للانت مكان دقاب درقين
علوت عايم بيعلى شافرين يعلى فطلب من آخر فأبى ليلى نمسه تأيكم بيعلى ثم طلب من المطعم ابن عدي يا تعلق سو ذاك الشهم الأصيل يه تعلق سو يه يتكبر يتفر يهونو سوغن يساتشون تياكي الملسة من البرة يعني في شعب أبي طالب يالو السنة برة هيدو ياتشن انتن يعني سمم منت لمكدد سيهيد ياو مستقبلتو تياغين يونا بسو انشيتيف يا يسوس تامت يا إيكونومي كرايس እንዲያከት መለት ያደረገው እሱ ነበር አሁንም እሱን ጠየቁት مرحبا በኔ ከለላነት መካ መግባት ትችላለህ ማንንም ዝምብህን ሻይልህ ማላቸው فخرج مع اولاده مدججين باسلحتهم تلልቅ ልጆች አሉት ፈርጣማ ፈርጣማ ወንድ ልጆች አሉት ሰይፋቸውን ታጥቀው ቀስታቸውን ይዘው እስኪ ማን ነው የሚነካቸው ብለው እንዲህ ሰልፍ ሰርተው ሄዱና ከመካ መግቢያ ከበር ይዘው وده مكة كتما أسقبواتشو حتى أدخلوه مكة بحمايتهم بالنسو حماية تبك أسر هونو بالنسو قردنت وده مكة وده معرفياتشو أسقبواتشو مالتنو سلازي كالالانتن ستاتشو مالتنو يه تالاك سو لم يسلم ابن عدي هذا يه سوغن السلام الله سبحانه وتعالى اسلمنا لوفقهم لكنه صلى الله عليه وسلم حفظ له صنيعه الطيب هذا فقال لأسرى بدر اللاحقة نقرقن الرسول صلى الله عليه وسلم يزهن سو بقو عينت يهنن بقو تكبارون عرسوا منبرا يهاله على لاي بدر لاي بزو مكاويان تماركو باللب الساعات لاي الرسول صلى الله عليه وسلم انديه بلو تناقروا لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني فيكم لإطلاق سراحكم لا أجبته إلى ما يطلب قال الرسول صلى الله عليه وسلم مطعم ابن عدي بهوت نورو ينانتن كسر مفتات بيت أيك أي نورو ودت إياك ومرحبا للألو نبرا يا ليته على قيد الحياة له منو بهوت نورو هنن تياك يبت أيك أينا እናንተን ከዚህ ስር ነጻ ባደረኳችሁ ብለው ተመኙ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ትልቅ የሆነ አበርክቶን አረሱ ማለት ነው አላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም لقد طويت رحلة الطائف لكنها كشفت لقريش عن نيته في البحث عن مخرج فزاد الأذى ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ጣኢፍ ሄደው ያደረጉት የዳዕዋ እንቅስቃሴያቸው منم منكوان طائفوش دعواتشون بايك أبلواتشون نقرقن عندي هون عندمتان لمكاويان مشركوي ستواتشوال السم رسول صلى الله عليه وسلم كزيه قفس كزيه متاقت كندزي هينت معوكاتوش مساناكلوش دعواتشون موتعات اندمي فلقنا تلكي هون هل من دالاتشو لو قريشوشو تلكي هون ميسيج عسترال لفبت እናንተን ብቻ አይደለም ዳዕዋ ማደርገው ሪሳላው ዓለሚ ነው ዓለም አቀፋዊ ነውና በፍጹም አታቆሙትም ይሄንን ሪሳላ የሚል ከፍተኛ የሆነ የራስ ምታት የሚለቅባቸው የሆነን حساب አእምሯቸው ላይ እንዲጫር አደረጉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ በኋላ እንግዲህ ቢዳየቱል ፈረጂ بعد الشدة والحرج ከችግር ከመከራ በኋላ تنش يفجرو قهدمو يميك أدبت انتاج أباج النال يدستا كندزي هاي نتشقر تنش برهانو كفت يمي لبت تاج أباج دقمو ياقات منال التاسعة والأربعون أربازت أنينيو قداي نتب دقمو رحلة الإسراء والمعراج يا نبي عليه الصلاة والسلام إسراءنا معراج مالتم كمكة ودى بيت المقدس الله سبحانه وتعالى كزيه ظالم غاشم كهونا حصار الله نسعى درقاتنا ودى بيت المقدس يهيدو بتقزو كبيت المقدس دقمو ودى معراج ودى الله سبحانه وتعالى زيارة يادرقو بتن كستت النيالة وما أن دخل العام الحادي عشر للبعثة إذ بالحبيب صلى الله عليه وسلم مع
قدر رباني كريم وجد فيه عوضا وتكريما وأنسا وسياحة ورعاية وحفاوة. በአስረኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ ጣኢፍን ቢብለዋቸዋል ደብድበዋቸዋል መካውያንም ወደ ሀገራችን አትገባም ብለው ከፍተኛ ችግር አድርሰውባቸዋል ላኪን በ11ኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ እንዲህ አይነት ደስ የሚል የጌታቸው የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልካም ውሳኔን የተጎናጸፉበት ዓመት ሆኖ አለፈ ማለት ነው ትልቅ የሆነ ተክሪም ነው ለሳቸው ትልቅ የሆነ መላቂያ ነው ትልቅ የሆነ ኡንስ ነው ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጋር ያላቸውን ቀረቤታ የሚያሳይ ነገር ነው تلك الله سبحانه وتعالى تبقى عند اللبت يمنا يبت كستت تكستة منحه مواسا على ما فات من التضحيات إيهي أسالف واتشو بتأم كبادي هونو يمكرانا يسكوك أجزيات وچين مكافأة على درقاتشو فلقى الله سبحانه وتعالى لكساتشو فلقى وجرعة تحضير وتحفيز لما هو آتي من التحديات عندهم ودفيتم دمو تشقر عالك منا لو دفيتم تشجر دقمو اند تلك سنك اند السنك وبد دي هاينت تلك هنا موسم تلك هنا ندقس الله سبحانه وتعالى دقس اللاتشو لقد كان على موعد مع رحلة الإسراء والمعراج يا إسراء النا يا معراج تلك هنا جزو الله سبحانه وتعالى عزقات جلاتشو فقد جاءه ملائكة وشقوا صدره ثم أخرجوا قلبه وغسلوه بماء زمزم ثم أعادوه ملائكة وشك أدمو متنا عندما كأدما مالتنا ودا رحلة كما درقات شو بفيد لبات شو انسانة تاكوت كزيام كالبات شو نعطوت كالبات شو بماء زمزم تابوت ملسو كدوت اقنا درقو الله شو ملسو سفوت ودا نبربت ملسوت وكان ذلك حادثة شق الصدر الثانية يهنجدي ሁለተኛው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልብ ኦፕራሲዮን ነበር ማለት ነው ገና በአምስተኛ ዓመት ላይ ያሉ في حي سعد ያሉ ያው ልባቸው ቀዶ ጥገና ተደርጎላቸው ነበር ይታወሳል ይህ ደግሞ ሁለተኛው ቀዶ ጥገና ነው ማለት ነው بمثابه اعداد النفسي ومادي لتلك الرحله الكبيره ምንድነው ምክንያቱ ይሄ በጣም በህይወታቸው በማንም ህይወት ውስጥ አጋጥሞ የማያውቅ ትልቅ የሆነ ጉዞ ነውና ለዚህ ትልቅ እንቅስቃሴ ጉዞ ነፍሳዊም ወይም ደግሞ ሩሃቸውም ጀሰዳቸውም ዝግጁ እንዲሆን ተፈልጓል ማለት ነው ዝግጁ እንዲሆን ተፈልጓል ለዛ ሲባል ነው እንዲህ አይነት ቀድሞ ኢንቨስቲጌሽን ያስፈልገው ማለት ነው ቀድሞ ህክምና ያስፈልገው ለዚያ ነበር حيث جاءه في الليلة نفسها جبريل عليه السلام ومعه دابة البراق العجيبة بزياو لليت كدوت الجناب التدرج اللاتشو لليت جبريل عليه السلام براق التسنين ميقالب نقر يزو مت آمالتنو كذي أسبوها له الخمسون حمسان يونتب في الأقصى الشريف بتالاقوا أقصى مسجدست من أقات أماتشو فحمله عليها وطار به من بيته في مكة إلى بيت المقدس جبريل عليه السلام بزي ببوراك لا يدرغو الساتشوني زو بررا كنفه وديت ودى بيت المقدس في مدة قياسية سريعة كأينات شنر قبقيت بفت أنا فتنة معلتنا وكان بيت المقدس لا يزال تحت ولاية الروم بيت المقدس يعني بروماويان كل الوسط نبري نبره وكان ذلك مؤذن بفتح قريب له بعون الله تعالى بيت المقدس يمزيراتشو ترقومو دقمو بكربو بمسلموش اج اندمي قبا تلك ما سايا نبره لروماويانو تشم تلك ميسيج نبره الأقصى الحزين يه بهازن وسط يعلتشو أقصى بهونو ساعت مسر الهادي الأمين يتعلق ويتعمان يسو يغزو مأكل نبرت شواء أقصى الذي فتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه يكفتات أقصى وحرره صلاح الدين بحال أملا يدقامي بليلوش الجبار رفبت جزي تعلق صلاح الدين الأيوبي يكفتت نزع يواتت أقصى وهو اليوم ينتظر الفاتحين لتحريره من أيدي اليهود الغاصبين زاري كيهوديانوش كالنزيه كأمانيا كهونو يهوديانوش إج
የሚያዋጣው ጀግኖችን እየፈለገ ነው ሁሌም ጥሪ ያደረገ ይገኛል ይላሉ ሙአሊፉ ሐፊዘላሁ ወራአ ከዚህ በኋላ ምን አጋጠማቸው ወደ ሰማይ ያደረጉትን ጉዞና እዚያ ላይ ያጋጠማቸው ነገር ምንድነው የሚለውን በቀጣይ ክፍል ይዤ የምመጣ ነው የሚሆነው እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን የማመሰግነው ይህ ፕሮግራም ለሌሎች እህት ወንድሞችም እንዲደርስ ሼር በማድረግ የአደሚን አካዳሚ የዩቲዩብ ቻናልን እንዲሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አባል እንድትሆኑ እየጋበዝኩኝ وبهذا اكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته